هيكي في حصاتكم. هذه كعبة، هذه هيكي، هذه هيكي. شفتها أنا مرة ما نعرف روحي، قالت لكم عمري مش مدرقاتها، ما تهمونيش، أقسم بالله حاشا الناس المحترمة اللي عندي، ولا نحس فيكم تيس ولا قحبة، حاشا الناس المحترمة عندي، ولا تهموني ولا يهمني رأيكم فيا. أنا نفتح أنت ما نبي نقول اللي في خاطري فيه ونقولكم، هو حاشا الناس المحترمة اللي تتابع فيا ونحبها، وهم يعرفوا روحهم، والباقي كلامكم لا يقدم عندي ولا يأخر. بالعكس، شنو بتقول عليا؟ بتقول عليا شريفة محترمة، ما تهمونيش. بتقول عليا مصخة قحبة، ما تهمونيش. ما انتو هيكي كلامكم، شنو اكتر من هيكي؟ شنو مازال تبوا؟ قولوا لي اكتر من هيكي. والله ما هامني فيكم واحد ولا واحدة، حاشا الناس المحترمة اللي عندي. انا خرا، مانيش قديسة، انا خرا. يا خرا انت، حاشا اسمك وجه القحبه.